معنا من أثينا مراسلنا أشرف سعد، ومعي من أنطاليا مراسلنا مهران عيسى. إذن يستمر هذا التصعيد في شرق المتوسط. سأبدأ مع أشرف سعد. أشرف، ما آخر يعني مستوى الحديث الذي ممكن يعني التصريح عنه من قبل السلطات اليونانية؟ إلى أي مدى المسألة تستعر خصوصا على الجانب السياسي والعسكري؟ بالفعل ماجد، السلطات اليونانية في الفترة الأخيرة رفعت من نبرة حديثها عن تركيا بشكل واضح، وهناك بشكل مستمر تصريحات من المسؤولين اليونانيين باتجاه تركيا، آخرها كان تصريح لوزير الخارجية عقب اجتماعه بنظيره المالطي هنا في أثينا، حيث حذر الاتحاد الأوروبي من أن تركيا لا تستهدف دولا بعينها في أوروبا بل تستهدف الاتحاد الأوروبي نفسه، وبالتالي فعلى كل دول الاتحاد الأوروبي أن تتحرك في مواجهة هذه الاعتداءات التركية والانتهاكات التركية. وزير الخارجية قال إن بلاده مستعدة لأي مواجهة مع تركيا، وأن الاتحاد الأوروبي ملزم بالتحرك بشكل حاسم وسريع وبلا تردد في مواجهة هذه الأطماع التركية. يبدو أن هذه النبرة العالية من قبل اليونان تعود في جانب منها إلى التحرك الفرنسي وبعض الدول الأوروبية الأخرى باتجاه تأييد المواقف اليونانية ضد تركيا، ومن ناحية أخرى إلى ضغط الشارع في اليونان على حكومته. طيب مهران، يبدو يعني أن تصريحات الجانب التركي ميوله للتصعيد الخارجية في شرق المتوسط يلقى صدى داخلي، يعني ربما استفتاءات أكثر وشعبية أكثر. ما النوايا التركية خصوصا مع دخول الجانب الفرنسي على الخط الآن؟ حقيقة ماجد، لابد أن نشير لأن الصراع الشرقي المتوسط له أبعاد تاريخية، ويعني يرتكز على عداوة تاريخية سواء كان ما بين الأتراك واليونانيين أو الأتراك والفرنسيين. لذلك تلعب الحكومة التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذا الوتر، لأنه يعلم بأن الشعب التركي غالبيته من القوميين المتعصبين، وبالتالي هو لكسب مزيد من التأييد الشعبي لما يقوم به شرق المتوسط يحاول إثارة الكثير من القضايا التاريخية، عندما يقول قبل أيام بأنه لابد من تمزيق الوثائق القديمة والخرائط القديمة المجحفة بحق تركيا، فإنه يقصد الاتفاقيات التي وقعت قبل 100 عام، يعني بعد أن انهارت الإمبراطورية العثمانية، والتي بموجبها يعني جعلت مثل هذه الجزيرة، جزيرة ميس، تحت السيطرة اليونانية رغم أنها لا تبعد عن الأراضي التركية سوى كيلومترين فقط كما تشاهد. لذلك يلعب الرئيس أردوغان على هذه النقاط في محاولة لكسب تأييد شعبي داخلي تركي لما يقوم به شرق المتوسط. وحقيقة معظم الأحزاب التركية هنا تؤيد ما تقوله الحكومة من أحقيتها في تقاسم عادل للنفط والغاز شرقي المتوسط، لكن هنالك انتقادات للرئيس أردوغان لأنه يحاول استخدام هذه القضية لصالح حزبه فقط، بمعنى لرفع يعني شعبيته وشعبية حزبه في محاولة الاستفادة منها في أقرب انتخابات مقبلة. طيب شكرا لكما، من أنطاليا مراسلنا مهران عيسى، وأيضا من أثينا مراسلنا أشرف سعد.